أعلنت هيئة الطيران المدني الروسية أن موسكو منعت شركات طيران من بلغاريا وبولندا والتشيك من التحليق في مجال جوي فوق أراضيها. جاءت تلك الخطوة ردا على خطوات مماثلة اتخذتها تلك البلدان، حيث سبق أن منعت روسيا كافة الرحلات البريطانية من استخدام مجالها الجوي بعدما حظرت لندن رحلات شركة الطيران الروسية إيرفلوت إلى بريطانيا.